السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم، حياكم الله. عندنا هالعناق عندها مشكلة في العيون، قرب شوفوا العيون غمص، وفي واحدة من العيون صار فيها بياض. طبعا هو في علاج بالصيدلية كريم، لكن إذا ما نفع الكريم متأخر آخر الطب الكي. اليوم بنكويها. من وين بنكويها؟ بنكويها من هنا من وراء الإذن، ومن وراء الإذن الثاني. شوفوا من هنا، شوف هذه الإذن هنا، الكوية تكون هنا على فصلة الإذن. لكن في البداية أو أول شيء نغسل العيون، نلبس قلفزات ونغسلها بموية تكون فاترة دافية. أهم شيء تكون لابس قلفزات، انتبه تلمسها بدون قلفز. وهذه بعد ما غسلناها ونظفناها، غسلها تنظفها مضبوط من داخل العين ومن برا. طبعا ما تدخل يدك داخل العين، بس تحاول تفركها من برا بموية دافية، خليها شوي لين تنشف ونكويها. حط عليها بخاخ ازرق ما شاء الله تبارك الرحمن. والان زي ما شفت عيونها بعد اسبوع فعلا اخر الطب الكي. انا استخدمت لها كريمات على طول وكويتها والحمد لله. حتى البياضه اللي في العين هذه، العين قرب، العين هذه كان فيها بياض. شوف الان ما شاء الله تبارك الرحمن، خف جدا يمكن تلاشى. والكوي هذا هو كوي بسيط من خلف الاذن، هذه واحده وهذه واحده. وهذا حسابنا على سناب شات وفي يومياتنا، وبإذن الله تجدون ما يسركم. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلون الجرس ليصلكم كل جديد. تضعوا اللايك وبدعمكم نستمر.